فرحة فرحتنا يا حبايب، فرحة كل قريب وبعيد. والليلة ليلتنا يا حبايب، يلا نحيي بليلة العيد. والليلة ليلتنا يا حبايب، يلا نحيي بليلة العيد. كل عام وانتم بخير، وانتم بخير. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه اللحظات التي نحتفل فيها وإياكم بعيد الفطر السعيد. نرحب بكم أجمل وأرق وأعذب ترحيب، ونزف لكم البشرى من كل ميادين القتال ومن كل ميادين التضحية والفداء من أجل الوطن. عيدنا نصر من جبهات العز والفداء والتضحية، من ميدي وحرض وعلب ومندب ونهم والبيضاء والساحل الغربي والحديدة. هناك تلتقي الأسود التي يجمعها وطن واحد، هناك تلتقي الأكف وهي تحمل أسلحة لتزرع الموت في نفوس الأعداء. هناك حيث النصر، هناك حيث الميادين التي تشهد الآن قتالا ضاريا ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية. نرحب بكم، واحتفالنا وأعيادنا انتصارات متتالية بإذن الله تعالى. في هذا البرنامج وفي هذه الأمسية سنكون وإياكم مع لحظات مميزة. سنذهب إلى العديد من ميادين القتال، سنذهب إلى العديد من الجبهات، سنلتقي العديد من المقاتلين، سنلتقي العديد من الذين تركوا بيوتهم وأبناءهم وذهبوا للدفاع عن الكرامة، عن الأرض والعرض. ذهبوا لتطهير اليمن من رجس الميليشيات. هناك من سنجد الحقيقة في قلوبهم ونفوسهم ومشاعرهم وأحاسيسهم. هناك ستمتزج كل مشاعر اليمنيين في المتارس. هناك يتناسى اليمنيون كل المشاكل وكل الأحقاد وكل الضغائن، ويجتمعون على هدف واحد، وهو تطهير الأرض اليمنية من دنس ميليشيات الإرهاب الحوثية. كان لكاميرا قناة عدن الشرف للنزول إلى جبهات القتال واللقاء بعدد من المقاتلين والقادة وتسجيل مشاعرهم وتهانيهم بمناسبة عيد الفطر السعيد. هناك أنا أدعو من يستطيع أن يذهب إلى الجبهات أن يزور هذه الجبهات. أدعو لكل الإعلاميين والكتاب والنشطاء، من يريد أن يكتب بصدق وأن يتعرف بصدق عن الجبهات، أن يزور الجبهات، لا يكتب عن الجبهات وهو بعيد عن تلك الجبهات، بعيد عن ما يسطره هؤلاء المقاتلون من ملاحم بطولية في العديد من جبهات الوطن. مشاهدينا الكرام، عيدنا نصر، كل عام وأنتم بألف خير. نبقى مع هذه اللقاءات التي أجرتها قناة عدن الفضائية وكاميرا قناة عدن الفضائية في عدد من جبهات العز. لواء 315 لواء الكواسر بقيادة الشيخ صالح ناصر بالعيد المرقشي، ولحنا في أرض آل صبحان، أرض آل صبحان صعدة، ونقول أننا نواصل المسار إلى الأمام ولن نتراجع أبدا، وأننا لن نخذل قيادتنا ولن نخذل رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي، ولن نخذل قيادة التحالف عنهم الملك خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. ونقول ونبارك لهم بخواتم مباركة الشهر المبارك، ونقول كل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا وعليكم بألف صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لواء الكواسر 315 بقيادة الشيخ صالح ناصر بالعيد المرقشي. طيب، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تهني من الأسرة في المنطقة عندكم. أهني الشعب اليمني بعيد الفطر المبارك كاملا، وهني أبناء شبوة وأبناء أبين وأبناء عدن، وهني كل مديرات الجنوبية في اليمن، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لواء الكواسر 315 بقيادة الشيخ صالح ناصر بالعيد المرقشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جمال محسن علي مغوري من لواء الكواسر 312 الغايد صالح ناصر بالعيد المرقشي. ونهنيكم بعيد الفطر السعيد، وإن شاء الله احنا مواصلين على صعده، وإن شاء الله نصل إلى صنعاء يعني إلى بحر الحوثي والحمد لله. وهني الخبر وأبين وقبل المراقش الكامل وبلاد المراقش الكامل، نهنيهم بالعيد الفطر السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا جنود صالح بالعيد ناصر المرقشي من لواء الكواسر، ومتقدمين الى صعده باذن الله. سطرنا على جبل يفاع وعلى جبل المصانع، ولهني اخوتنا ولهني خبر المراقشي بالعيد، وباذن الله ان ندخل صعده وصنعاء، والحمد لله على هذا النصر. النصر والله اكبر، نهني اخوتنا اهل بالعيد، الله اكبر، خبر المراقشي الله اكبر، قادمون يا صنعاء قادمون. الاسم اشرف فؤاد امين محمد العفيف من منطقه من مدينه اب، وهنئ الشعب اليمني بقدوم العيد المبارك، واهنئ اسرتي واهلي، واقول لهم كل عام وانتم بخير. نحن هنا قريبون من جبال مران، وان شاء الله النصر حليفنا باذن الواحد الاحد، والسلام عليكم. السرية طبعا، وانا قايد الفصيله ان شاء الله تصلح بها. كل عام وانت بخير ان شاء الله. امين ان شاء الله. اسمك الكريم؟ محمد صالح عبد الصالح. فين محمد؟ باطل لحق ربيطه. تهني اسرتك بمناسبه عيد الفطر المبارك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اسمك؟ محمد ياسين نايف. فين محمد؟ لحق ربيطه. هني بمناسبة هني كل مناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام بخير إن شاء الله. صحة وسلامة وعافية. حبت هني حد قناة عدن الفضائية. حبت يذكر حد، تذكر أبوك أمك أخوك. كل نعم. أنا بذكر أبوك. نعم. اسمك؟ محمد عبد الرحمن. أنا محمد. أنا أشكرك يا. يعطيك الصحة والعافية، كل عام بخير. مناسبة عيد الفطر المبارك. نقول لك كل عام وانتم بخير ان شاء الله. من تذكر من تحب تهني من خلال قناه عدن؟ تذكر ابوك امك اخوك؟ ايش شغل لهم؟ هني يوم في عيد الاضحى وعيد الفطر، عيد الفطر. كل عام وانت بخير ان شاء الله. انت فين الان؟ في الجبهات. اسم الاخ كريم سامر صالح حسن احمد. لازم من كل ما هالقلم لما يظل منا شارد. هيا الكواسر كلهم حيا، في أرض صعدة والله شاهد. هيا الكواسر كلهم حيا، في أرض صعدة والله شاهد. هيا الكواسر كلهم حيا، في أرض صعدة والله شاهد. هيا الكواسر كلهم حيا، في أرض صعدة والله شاهد. هيا الكواسر كلهم حيا، في أرض صعدة والله شاهد. هيا الكواسر كلهم حيا. جينا من أبيه من عدن إلى قبل مران، بإذن الله ما نخرج من هنا إلا لسعدة وصنعاء. الله أكبر، نشكر كل القبائل من المراقشة هالمارة والبلعيد كلهم صبروا فيها، وعلى المرقة كلهم شمر، وعلى الكواسر، ونشكر الملك سلمان. الله أكبر. في صعدة الله يعلى Thank you.
إذن هذه بعض المشاعر التي رصدتها كاميرا قناة عدن في موقع معين من مواقع الفداء والتضحية في صعدة. هناك العديد أيضا من المحطات التي رصدتها كاميرا قناة عدن في مواقع الفداء والتضحية. نود أن نتحدث عن انتصاراتنا، نود أن نتحدث عن الإنجازات، نود أن نتحدث عن الأفراح مهما كانت هناك آلام، إلا أن أفراحنا دائما ما نصل إليها. هناك آلام، هناك تضحية، هناك فداء، هناك استبسال، لكن في النهاية يجب أن ندفع الثمن من أجل الوصول إلى أهدافنا المنشودة. أهدافنا البناء، التنمية، الدولة المدنية الحديثة، أهدافنا التداول السلمي للسلطة، أهدافنا المشاركة في السلطة والثروة، أهدافنا تحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، أهدافنا تتجسد في كل ما هو سليم لهذا الوطن، كل ما الفطرة السليمة ماذا تقول، كيف يمكن أن نبني وطنا، ما هي الرؤية الحقيقية لبناء الوطن؟ هل بناء الوطن يمر عبر السيء؟ هل بناء الوطن يمر عبر ميليشيات الحوثية التي لا تمتلك أي مشروع؟ هل بناء الوطن وبناء المستقبل، كيف يمكن أن نضمن لأجيالنا مستقبلا زاهرا ونسير مع ركب الحضارة العالمية؟ انظروا إلى العالم كيف يتطور، انظروا إلى الدول التي تطورت في 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 مضمارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتعليمي، كيف بدأت مشوارها؟ الحقيقة واضحة للعيان، من في قلبه غشاوة وفي أذنه صمم وفي وهو أعمى لا يرى، لا يمكن أن يرى الحقيقة. الحقيقة واضحة تماما، هناك ميليشيات تنهار يوما بعد آخر، هناك تكميم للأفواه، هناك مختطفين، هناك ممارسات لا أخلاقية، لا إنسانية، لا دينية، تمارس بحق المواطنين القابعين أو الساكنين في مناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. كثير من القصص سمعناها، كثير من الآلام استشعرناها ونحن نسمعها من أصحابها، يعني الذين يعيشون في المربعات التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي يقولون عندما يخرجون من هذا المربع كأنهم خرجوا من الجحيم. مجرد وصولهم إلى أي نقطة تابعة للميليشيات انتهت فيها الميليشيات الحوثية وصلوا إلى الدولة يستشعرون الحرية. والله والله هناك شعور عجيب غريب مختلف تماما عن ما يحدث في صنعاء وما يستشعره المواطنون في صنعاء وصعدة وعمران وحجة، هذه المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات. هناك قصص سمعناها ونستغرب حقيقة، مشاعر عجيبة يصل إلى يقول أنا ما صدقت أن خرجت من 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 مناطق سيطرة الحوثيين. هذه كارثة، هذه الكوابيس التي يعني حاولت ميليشيات الحوثي أن تشيعها في نفوس الناس، الرعب، الخوف، الاختطاف، الابتزاز، امتهان لكرامة المواطن. أي حياة ممكن أن يعيشها إنسان عاقل في ظل هذا الكم من الإجرام الذي تمارسه ميليشيات الحوثي؟ معنا أسامة الزومي الناشط السياسي. أسامة كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله، وأعيادنا نصر بإذن الله تعالى في ميادين العز والشرف والتضحية. ها هي قوات الجيش الوطني والمقاومة الآن تدق أبواب مدينة الحديدة، لا نقول محافظة الحديدة ولكن مدينة الحديدة. نعم، كل سنة وأنتم طيبون قناة عدن، ولك بالتخصيص الأستاذ فؤاد التميمي. نحن الآن نتحدث عن أن قوات المقاومة المشتركة بكل تشكيلاتها فعلاً يعني قد تجاوزت الحدود الطرفية لمدينة الحديدة، وصلت إلى أسوار المطار تماما. التقط المقاومون الأبطال صورهم الشخصية من أمام سور المطار شخصيا وليس من أمام الحرم. الحرم يعني يعتبر كبير جدا،
نعم. قد دخلوه من قبل فترة. الآن تجاوزوا الدائري الضيق ما يسمى شارع 50 حول مدينة الحديدة، وهناك أحياء فعلا وصلت إلى شارع 50 لكن من الجهة الشمالية والجهة الشرقية للمدينة، هم الآن اقتحموا من الجهة البعيدة من الجهة الجنوبية واتجهوا إلى الجهة الشرقية للمدينة، والهدف هو قطع عرق الإمداد النجس كما سماه البعض إلى طريق صنعاء، والهدف الآخر أيضا تطويق المدينة من الشمال واقتحامها من عدة محاور. هذه معلومات تجري الآن ميدانيا وليست يعني أمرا سرا يمكن التحفظ عليه. نعم. تم تحرير المدينة، نتكلم الآن عن المدينة وليس عن المطار فقط، تم تطويق المدينة، سيتم تطويق المدينة في الساعات القادمة، ويتم اقتحامها بإذن الله تعالى من عدة محاور اقتحاما سلسا وآمنا بإذن الله تعالى. الميليشيا لا تمتلك شيء تدافع به عن نفسها، هي ربما ستقوم ببعض التخريبات كما فعلت في قرية منظر وبعض قرى الدريهمي، قصفت بعض القرى بالهاون والمدافع من أجل إثارة الموضوع الإنساني أمام قوات التحالف والشرعية، لا يملكون شيئا غير هذا. خطة التطبيق بإذن الله تعالى جاهزة، وهي الآن قيد التطبيق والإنجاز، ولم يتبقى فيها سوى النسبة الأقل. نعم. وخطة التحرير بعد ذلك ستبدأ في وقت واحد ومتزامن من عدة محاور كما ذكرنا، وبإذن الله تعالى يكون العيد عيدين، وسوف نصلي صلاة الشكر، وسوف يسجد الأبطال على أرض محررة جديدة، وسوف يسجد أبناء تهامة على أرضهم، سوف يفترشون أرضهم ويلتحفون السماء بإذن الله تعالى، ولن تعود هذه الميليشيات بعد هذا العيد مرة أخرى. نعم. كثير من المحطات التي توضح بما لا يدع مجال للشك أن هذه الميليشيات لا تضع اعتبارا للإنسانية ولا للإنسان ولا للأسر ولا للقاطنين في مناطقهم، كيف يمكن أن نوضح هذه الصورة حقيقة أخي أسامة؟ أولا إذا كان هناك أي اعتبار أخي العزيز للإنسانية لدى هذه الميليشيا الإمامية العنصرية السلالية القاتمة، لو كان هناك أي اعتبار للإنسانية لديهم لما بقوا دقيقة واحدة في المدينة، وهم يعرفون والعالم جميعا يعرف أن معركتهم خاسرة جدا جدا جدا. اليوم في مدينة الحديدة الجميع يتلفظ عليهم من الناس بكل وضوح، يقولون لهم لا حوثي بعد اليوم، ولا يستطيعون الرد عليهم. اليوم لا يمتلكون أي تعزيزات داخل المدينة، اليوم الدبابات التي نصبوها من أجل ضرب بيوت الناس فقط والانتقام في حال دخول الشرعية هي في مرمى نيران طيران التحالف بإذن الله تعالى، سيحصدها صقور الجو إن شاء الله. اليوم يعني كثفوا من حملاتهم فيما يسمى بالمجهود الحربي، ونشرنا في صفحاتنا فيديوهات توضح أن كيف أنهم حملوا الأطقم العسكرية الموجودة داخل المدينة بعشرات الأطنان من المواد الغذائية. هذا السلوك جميعا لا يفعله شخص منتصر أو شخص ينوي يعني نهبوها يعني نهبوها وأخرجوها من المدينة. نعم نعم. يعني تخيل المواد الغذائية الآن التي تحمل إلى صنعاء وإلى المناطق الأخرى والأشياء والممتلكات التي نهبوها لم تعد تحملها الديانات فحملوها في الأطقم. يعني شاهد أبناء المدن التي على طريق صنعاء الحديدة أطقم عسكرية محملة بمواد غذائية ومحملة بأملاك ومحملة بمقتنيات نهبوها من الناس، مولدات إلى آخره. هذه السلوكيات هي سلوكيات الشخص المنهزم، فقط هو يريد أن ينتقم من الناس الذين لفظوه، الذين أسمعوه كلاما يجرح داخله، وهم عزل وهو مسلح. نعم نعم. في هذه المناسبة نستذكر كثير من معاني الوفاء والتضحية للذين يجودون بدمائهم اليوم، هم اليوم أيديهم على الزناد، وأيضا مشاعرهم وأحاسيسهم مع أهلهم وذويهم في مناطقهم،
ماذا نقول لهؤلاء الكبار العظام حقيقة؟ نقول لهم أنتم صناع العيد، ما العيد إلا اللحظات التي تصنعونها الآن. نقول لهم أنتم تيجان على رؤوسنا، نقول لهم أنتم جبة الفرح، وأنتم صولجان النصر، وأنتم العصا التي يتكئ عليها الوطن إن شاء الله في مسيرة النماء. ما يحدث الآن من عمليات تحرير تقوم بها سوف نخلدها ونخيطها في صفحات التاريخ بخيوط من ذهب، سوف نطرزها تطريزا لا نكتبها بالحبر فقط، سوف نطرزها بخيوط من ذهب بإذن الله تعالى. ونحن اليوم في زمن لا يمكن فيه تزوير التاريخ أبدا، نحن اليوم نوثق وأنتم توثقون أيضا الصور، المشاهد توثقونها بالصور والفيديو. هذا الإنجاز بإذن الله تعالى سوف يعني يكتب في التاريخ، وسوف يحكى للأجيال كيف خضنا معركة حاشمة وانتصرنا فيها على ميليشيا حملت كل أنواع التخلف، والسبب هو أنتم وتضحياتكم، والسبب هو غبار أقدامكم الذي لا يساوي فيه أكبر قائد حوثي، والله لا يساوي حتى عبد الملك الحوثي شسع نعل أحدكم. نعم، لكم النصر بإذن الله تعالى خالصا مخلصا خالدا، والخلود للشهداء الذين رووا هذه الأرض الطاهرة بدمائهم وخرجوا من أجل إعلاء كلمة الحق بإذن الله تعالى. أخي أسامة زومي الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت بخير، وعيدنا نصر إن شاء الله. وأنتم بخير بإذن الله. عيدنا الجبهات، والجبهات عيد، والكرامة في ميادين الجهاد. نبقى مشاهدين الكرام مع هذه الزلزلة، مع هذه الكلمات التي لا تقل ضراوة عن الرشاش في ميادين القتال. هناك من يقاتل بكل ما أوتي من قوة بوسائله المحددة، هناك من يقاتل بالإعلام، وهناك من يقاتل بالكلمة، وهناك من يقاتل بالسلاح، وهناك من يقاتل بالمعونة، وهناك أنواع كثير من الجهاد، وأنواع كثير من التعاون والتآزر والتكامل والتعاضد من أجل الانتصار للوطن ضد هذه الميليشيات الإجرامية. نبقى مع الشعر. هذه كلمات مسلحة تشد بها العزائم وتوقع بالحوثيين الهزائم بإذن الله، أهديها لكل جندي ومقاوم ولكل من ضحى ولم يساوم، باسم معالي الوزير وباسم هذا الفريق الإعلامي وباسم كل يمني حر. كبر كبر وازأر واثأر يا ابن اليمن المغواري بجيش الأحرار الوطني حماة الدار. كبر كبر وازأر واثأر يا ابن اليمن المغواري بجيش الأحرار الوطني حماة الدار. اكتب لا حوثي بعد اليوم شعار الشعب الثائر بالنار، اكتبها بجنابي وشفار، لا لخنازير الفرس الأنجاس بمهد العرب حذار، اكتب بدم قد فار العرب تغار، اكتبها وامحو العار، فتلك طبول الثار تدق بأيديهن حرائرنا ومساجدنا ومدارسنا كل الأطهار، وأنت بثأر الطهر أحق، فحقا نحن الألين أفئدة وأرق، ولكن نحن لدى الهجاء أولو باس، نحن لدى الأكفار لباس، نحن أشد على الباغي وأشق، بأظفرنا الهامات تشق ونسقل للثأر الأضراس، حفرنا للأعداء قبورا بالأنفاس وصار لنا في دعس الفرس مراس، فليتجرع آل زرادشت العاتين بموت ذات الكاس، أيا بطلا يتسلق للحرية دربا شق كطود راس، فلتنقش لا حوثي بعد اليوم على المتراس، اسحق من داس على أقداس حضارتنا وامتص دماء الناس، اسحق جند الكهنوت جيوش البق فأنت تذود عن الدين الحق، العرض الأرض الأجيال نفيرك فرض فرض، ارفع يا ابن اليمن الراس، ادفع أنت تدافع عن وطن وهوية شعب، عن تاريخ أخلاق قيم، عن أعراف، عن أمتنا، عن قبلتنا، عن ملتنا ضد الحوثي الأرعن، قواد الفرس الديوث تمادى في الطغيان وأمعن، كي لا ينغق بعد اليوم بموت، كي لا يطعن في عرض المختار ويلعن، ظن بأن الشعب بسوس مجوس سوف يساس بحشد مسوخ دون حواس، فليتعفن في كهف الكاروت ويدفن وليتسمع قرع نعالك يا جواس، ويا من قاوم قام لطغيان يطأ الأوثان به فأتم، أياما للشرعية ينضم، اهتف لا حوثي بعد اليوم تقدم، خلفك كل أشقاء الدم، أهل الحزم وأهل العزم ذو التوحيد هناك لأمتنا حراس،
أما بيت عناك بإيران الواهي والله سيهدم، حشد الشرك سيهزم، تلك قمامة قم تلطم أوجهها إن لم تلطم، بل كل مجوسي قد سيد سوف يداس. أجندي الشرعية، أنت السيد في قوم أشباه إماء، في قمم العز الشماع سماء، في شطان بلادي بر عمان أبحرها في وجهك ماء، في الصحراء نماء، نهر حياة في مدن تكتظ بأشلاء ودماء، والأمجاد ظماء. فارمي جعلت فداك هلاكا صوب عداك، فكل خميني برصاصك يمنى، وارمي بذاك لنا نورا أملا صفوا روحا أنسا لحنا عزا شرفا أمنا رفدا يمنى. جرد أسياف الحسب أيا نسل الأنصار، اضرب بسلاح العصر، جدودك قد فتحوا الأمصار، تزود بالتقوى وبحبك للوطن الطاوي في الأسر، تزي بزي الوحدة والتوحيد شعارا مهما صار، تعطر بالإيثار، تعمم أنت بنور الحكمة والإيمان، تأزر بالجار، أشدد بالأحرار وكل شقيق هب الأزر، تكلل يا بطلا بالنصر، تدرع بالإقدام وبالإصرار، اركب من أجل كرامتك الأخطار، تصدر عاصفة للحزب كإعصار، واجعل زعران الفرس بصعدة أو صنعاء عروبتنا عبرا لأولي الأبصار، وسطر في التاريخ بآخر سطر منه لنفسك كل فخار، أشهد كل الأزمان، أسطر أن المجد يمان، سجل شكرا سلمان، اذكر كل هزبر ناصر مهد العرب بحد سنان أو بلسان، كان يرى شعلا للنصر لدى الخذلان، اكتب يحيى الشهداء ومن دفعوا لسنا حريتنا أغلى الأثمان، وتنتحر القطعان، اكتب والموت لها إيران، لها أم الإرهاب لها أم العدوان، الموت الآتي كالطوفان، فصدر الأمة ملعان، اكتبها برصاصك يا درعان للأمة، لا حوثي بعد اليوم الآن. عيدنا نصر، نقولها ونحن على ثقة بالانتصار لهذا الوطن وهزيمة ميليشيات الإرهاب الحوثية. الفرحة الكبرى ستكون إن شاء الله عندما يتم تحرير صنعاء عاصمة اليمن وكل شبر من الوطن من هذه الميليشيات، والجيش الوطني سيواصل تقدمه في كل الجبهات. الذي لا زال فيه شك من ذلك فليراجع حساباته. الوطن لا يمكن أن يكون مقرا أو مكانا لهذه الميليشيات الإجرامية وفكرها الطائفي السلالي العنصري. نحن نتابع كل وسائل التواصل الاجتماعي ونتابع كل ما ينشر من قبل هذه الميليشيات وقادتها، نتابع ذلك التنوع والتغير والتلون في البوستات والرسائل التي يرسلونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تلك الشطحات التي كانوا يعيشونها خلال الفترة الماضية انتهت تماما، ها هي، تابعوا معي ماذا يكتبون. إذا أردتم أن تعرفوا أكثر فاقرأوا ما بين السطور، اقرأوا الكلمات والمصطلحات والعبارات التي تكتب هنا وهناك من قادة الميليشيات الذين كانوا يمارسون الغواية ويمارسون أبشع أنواع الإرهاب بحق المواطن اليمني. كانت هناك شطحات عجيبة غريبة، كان هناك سقفا مرفوعا بطريقة مقززة كما يقال، لا يمتلكون مشروعا وليس لديهم أي رؤية لبناء الوطن، فقط الغطرسة والعنجهية والتسلط والتكبر على الآخرين. ها هم يهزمون في كل مواقع الشرف والبطولة بأيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة من مختلف أطيافها في كل بقاع اليمن. معنا الأستاذ اللواء سمير الحاج، مستشار رئيس هيئة الأركان. كل عام وأنت بخير سعادة اللواء. وأنت بصحة وسلامة أخي العزيز. عيدكم مبارك وعيدنا نصر إن شاء الله. وماذا نقول للمرابطين في الجبهات، تلك الجبهة السمر، الملونين بلون الأرض الذين يقدمون ويضحون من أجل هذا الوطن وفي مثل هذا اليوم المبارك؟ الحقيقة أولا نستطيع أولا أن نهنئهم طبعا بالعيد، ونهنئهم بالعيد الآخر وهو الانتصارات التي يحقق على
تحقق على الساحل الغربي وأيضا في بقية الجبهات. دعنا أولا هؤلاء الأبطال نقول أنهم يمثلون شرف الوطن، يمثلون القوة التي يعني يستند إليها الوطن، يمثلون أيضا نقول الخط الذي يعني تسير البلد كلها حكومة وجيشا وشعبا خلفهم بروحهم ودعائهم. وكذلك أيضا نستطيع أن نقول بأننا نفخر أن يكون لنا جيش بطل يسترد مؤسساته بقوة السلاح حتى يعود الأمور إلى نصابها ونعيش دولة سوية مثل باقي دول العالم التي حاول الكهنوت الحوثي أن يحيلها إلى أو يعيدها إلى ما وراء التاريخ. نعم سعادة اللواء، لا يمكن حصر تلك القصص البطولية. زرنا الجبهات والتقينا بالعديد من الأفراد، كنا في سلسلة جبال النار في حرض، حينها التقينا أحد المقاتلين وهو ينزل من الجبل وقد أخذ القناص على الحوثي وعلى أحد أفراد أو عنصر من عناصر ميليشيات الحوثي وأرده قتيلا، يعني وزحف زحفا إلى تلك إلى ذلك الموقع. قصص بطولية عجيبة يسطرها أبطال الجيش الوطني في كل المواقع وفي كل الأماكن. ماذا حققت ميليشيات الحوثي خلال الثلاث السنوات الماضية؟ هل من أي من إنجاز يمكن أن يحسب لها؟ على ماذا تراهن هذه الميليشيات وهي تخسر يوما بعد آخر ونحن نراها اليوم في الحديدة تنهزم وتتقهقر؟ أخي العزيز، أولا قبل أن أبدأ وأجيبك ماذا حققت، أولا أنا كنت من الداعين دائما إلى أن الفرق الإعلامية والإخوة في القنوات سواء الشرعية أو الموالية للشرعية تنزل إلى الجبهات لتنظر ماذا يفعل الأبطال هناك، ولعلكم رجعتم بانطباع كبير ورائع، وهذا دليل على أن قالوا من رأى ليس كمن سمع. نعم. ونشد أيضا الإخوة الذين يعملون على السوشيال ميديا وعلى جميع أنواع وسائل الإعلام المختلفة أن يرعوا مثل هذه المشاعر التي عدتم بها أنتم كإعلاميين من قلب المعركة. لأن الأبطال يضحون ويقدمون ونحن في بعض الأحيان ربما يعني نجافيهم ونظلمهم في بعض الأطروحات التي تزعجهم كثيرا. وهم على خط النار بين في الشتاء القارس وفي الحر الصائف وفي كل الأوقات يعني لا يتركون مواقعهم. أما ما حققته ميليشيا الحوثي فأنا أعتقد ما حققته هي ما أرادت أن تحققه، هي فقط السيطرة ونهب المال العام ومحاولة يعني إخضاع اليمنيين الذي لم يخضعوا على مر التاريخ لمثل هكذا عصابة أو مثل هكذا فكر. ولد الإنسان اليمني حرا ليعيش حرا أساسا، حتى عندما جاءت الرسالات أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط برسالة، فآمنوا أنهم كانوا يعرفوا أن هذا الدين طريق الحرية ومن ثم لابد أن يسلكوه ويقفوا مهما كان في ذلك الوقت لا زال في بداياته. اليمني لا يمكن أن يخضع للإنسان من دون الخالق، فلذلك أنا أعتقد أنهم لم يحققوا شيء سوى نهب المال العام وإيذاء اليمنيين وتشريد اليمنيين وتدمير المساجد وتدمير دور القرآن الكريم والسطو على بيوت الآخرين والسطو على الخزينة العامة. أعتقد هذا خلاصة ما يمكن أن حققوه. أما غير ذلك لا أعتقد أنهم حققوا خيرا لا للشعب اليمني ولا حتى لجيرانهم. نعم، في يعني استكمالا لهذه الرسالة يروجون أنهم يعني ثابتون صامدون. يعني تخيل ونحن في وسط ميدي ونحن نصور ميدي ومعالمها وآثارها وما بقي من هذه المدينة، لا زال إعلامهم يوهم أتباعهم أنهم ما يزالون في ميدي، فهذا شيء عجيب ويصدقون. المشكلة أنه الأتباع الذين لا زال مغرر بهم، يعني أنا أستغرب أي عقول هذه ركبت في أجسامهم.
هم أخي العزيز يتبعوا قاعدة اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ثم اكذب حتى تصدق نفسك. الحقيقة هذه المقولة لا تنطبق إلا عليهم. إذا كان لازال ناطق ما يسمى لديهم بالقال الشعبية ولازال إلى اليوم يحاصر جيزان ونقران وعسير ولا زال يعني كل هذه المدن تحت خط النار وتحت يعني القوة الضاربة كل هذه يعني أصل دائما يقولوا حبل الكذب قصير. كنا في البداية كانت قوات الشرعية في العند وهم يقولوا أنهم لا زالوا يقاتلون في قلب عدن ثم بعد ذلك اندحروا إلى ما بعد خارج محافظة تعز ويقولوا أنهم لا زالوا في قلب المدينة اندحروا إلى يعني خارج المأرب إلى نهم إلى حدود صنعاء ولا زال يقول لك نقاتل في الدشوش وفي جبهة يعني مأرب وفي وسط مأرب. فأنا أهل أصلا يعني أمة لا تعتمد إلا على الكذب وعلى التضليل ولديها أتباع أيضا يمتازون يعني بجهل مطلق طبعا جهل مطلق بامتياز لا يمكن أن نفسهم عليه أحد. فلذلك استغلوا هذا وخطابهم للداخل حتى حديثهم دائما حديثهم للداخل وليس للخارج لأنه الخارج أصبح يعي ويفهم كل من هو خارج إطار سيطرة مناطق الحوثيين أصبح يدرك أنهم يكذبون كما يقال كما يتنفسون. نعم ربما تغير المشهد الآن أكثر في اليمن بشكل عام عسكريا وسياسيا واجتماعيا. هناك أحداث خلال 2018 حدثت أيضا في نهاية 2017 بقتلهم لعلي عبد الله صالح تغير ربما المشهد أيضا. اليوم نحن في الحديدة وإن شاء الله أسبوع أو يعني خلال أسبوع سيتم تحرير هذه المدينة بإذنه تعالى. هناك تغيرات كثيرة، ما هي رؤيتك لقادم الأيام عسكريا وسياسيا سعادة اللواء؟ هو أولا في البداية دعني أؤكد بأنه أي شخص يفكر بالتحالف أو بأحلاف مع هؤلاء الناس أو يفكر بأنه يمكن أن يعيش معهم في وئام ينبغي أن يزيل من هذا الوهم. نعم. وليس أدل على ذلك من علي عبد الله صالح الذي ربما يعني سهل ما لم يسهله الآخرين لجماعة الحوثي وتحالف معهم وعندما فقط فكر بأنه يعود إلى الصواب كانت هذه النتيجة التي المؤسفة التي كلنا ربما رأيناها. الأمر الثاني اليوم يعني الوضع تغير والمعطيات تغيرت والإقليم تغير وكذلك حتى المزاج الدولي أصبح لا يؤمن بهكذا جماعة لا تستطيع أن تحل مشاكلها ناهيك أن تحل مشاكل بلد كبير مثل اليمن. ومن ثم أعتقد أنه المعادلة العسكرية بشكل عام ستكون أيضا تفاصيلها مختلفة تماما. ويعني هو في الأخير دائما أي قتال سيفضي إلى حل لكن هذا الحل سيكون مرضي للشعب اليمني وليس لهذه الفئة الباغية. نعم هل من كلمة تحب أن ترسلها من خلال البرنامج في مثل هذه المناسبة؟ هل من رسالة، هل من باقة ورد معطرة ترسلها لمن تحب؟ هل من أي يعني نستغل وجودك معنا على الهواء؟ على حال هو خلاصة ما أريد أن أقول أنه يعني أنا و كل من ينتمون إلى هذه الشرعية المباركة يعني نتمنى من الجميع أن يعمل كفريق عمل واحد في الجانب السياسي وفي الجانب العسكري وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي. والإخوة الأشقاء لا يقصرون في هذا الجانب ولعل يعني الإخوة في المملكة العربية السعودية والإخوة في دولة الإمارات الأشقاء يقومون بواجبهم فيفترض بنا أن نتوحد ونتثبت ونقوم بواجبنا حتى نصل إلى المطلوب. بالمناسبة أيضا أهني بالقيادة السياسية فخامة الأخر المشير الركن عبد الربو منصور هادي ورئيس الوزراء والإخوة الوزراء وقادة الجيش جميعا بهذه المناسبة. وأود أن أحيي وبشكل خاص المقاتلين على الثغور والجبهات وأقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والنصر قادم بإذن الله تعالى. وبوصول فخامة الرئيس إلى مدينة عدن فعلا عيدنا أكثر بهجة وفرحا وسرورا.
أكيد أكيد أخي العزيز، أكيد عودة الفخامة الأخ الرئيس، والحقيقة هي بلاده ليست عودة، هو يذهب متى ما يريد ويعود متى ما يريد. نعم. ربما يعني كانت نعم. الظروف لا تسمح في نعم. الأيام السابقة، الآن الأمور أصبحت أكثر مهيئة بإذن الله تعالى أن ندير البلد من وسط العاصمة المؤقتة عدن. نعم، اللواء سمير الحاج مستشار رئيس هيئة الأركان، كل عام أنت بخير وشكرا جزيلا لك. وأنت بخير إن شاء الله. العزيمة فل والقوة حديد، بعت نفسي واشتري رب العباد، كلنا نشتد في الظرف الشديد، جند للإسلام ودروع للبلاد. نبقى مع هذه اللقاءات الميدانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناتكم على وجودنا الميداني إلى هذا المكان المكرم ومشاركة أبناء القوات المسلحة وأبناء محور علي في هذه الانتصارات، ونهنئ الشعب اليمني بمناسبة أعيادنا الدينية والوطنية بإضافة الانتصارات التي صنعها أبناء القوات المسلحة ومنها محور علي التي تشاهدونها هذه الأيام، ونحن قطعنا قطعت قوات محور علي شوطا لا بأس به أكثر من 10 كيلو في هذه الجبال الصعبة، إلا أنها هانت ولانت أمام عزيمة أبناء الجيش الوطني. عبد السلام سليم محمد سيف من أبناء كرش، أهني أهلي وأحبابي أمي، عيد الكريم مبارك إن شاء الله بإذن الله. وقبل أمس كنا في سعدة، وإن شاء الله غدا نكون في صنعاء منتصرون إن شاء الله، حيث مكان الحوثي نضارده ونلحق به حتى ندمر أبوه ونكرد المقوس الذي أتى بالخراب إلى بلادنا. خالد سرور ركن استخبارات الأمنية 33، كل عام أنت بخير. وأنتم بخير وكل عام الطيبين وخاتم مبارك إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحب تهني من وتهدي تهانيك تحياتك لمن؟ أحب أهدي تحياتي وتهاني للشعب اليمني كافة، ولفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه علي محسن صالح، ولكل أبناء الجبهات المرابطين في الثغور. نحن فين الآن؟ احنا في قمة جبل المنارة، اللواء 133. احلى عيد واحلى صيام في الجبهة. حفظكم الله، يعطيكم الصحة والعافية. هل من رسالة تحب ترسلوها؟ هذه اقوى رسالة، انكم عندنا في المنارة على حدود صنعاء. شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير ان شاء الله. نحن الان في احد المواقع في منطقة قانية، هذه الأماكن الوائرة، أحاول قناة على عدن أن تكون حاضرة في هذا المشهد. يا عاصفة الحزم فوق سمانا رفرفي، وأشرفي وبصواريخك أقذفي، دقي أذناب المقوس ولا تأسفي، دقي أصحاب ذاك النهج المفلسي. أنا يمني مسكني فوق النجوم، أنا يمني حر وغير الحرية لا أروب، أنا يمني شامخ كسرت معاقل الظلم الغشوم، أنا يمني ثائر الموت عندي في سبيلك حبات الكروم، أنا يمني أبي ورأسي يناطح الغيوم. بالروح بدم نفديك يا يمن، بالروح بدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا صنعاء، نفديك يا عدن، نفديك يا جنوب. Thank you.
حاصرهم. تم القضاء على الحوثيين في هذه الأماكن تماما، وتم تحريرها من أيادي ميليشيات الحوثية الحمد لله بعزيمة الرجال. العيد عيدنا في الجبهات حقيقة. المرابطون في جبهات القتال لم يبرحوا متاريسهم، مقسمين حواسهم بين لسان تردد تكبيرات العيد ويد على الزناد وعين راصدة مترقبة لتحرك ميليشيات الإرهاب الحوثية. ولسان حالهم يقول: نحن هنا ماكثون ولن نبرح مواقعنا حتى نحرر كل شبر من وطننا. الرحلة كانت طويلة، ورحلة المرابطين في الجبهات لن تنتهي حتى تحرير كل شبر في أرض اليمن، حتى نستعيد وطننا ومؤسساتنا، حتى ترضخ هذه الميليشيات صاغرة أمام كبرياء وجبروت وعنفوان وتضحيات الشعب اليمني. كنا دائما نعدكم بالنصر، ونحن اليوم أكثر إصرارا على أن نعدكم بالنصر كما وعدناكم في السابق، وتم تحقيق النصر على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل أطيافها. نحن اليوم في الحديدة، وكنا بالأمس في عدن، وسنكون غدا إن شاء الله في صنعاء وصعدة بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي حاولنا أن نكون قريبين جدا من متاريس المقاتلين في الجبهات الذين يتحدثون عن نهم هذه المنطقة المترامية الأطراف، هذه الجبهة العتيدة، هذه الجبهة القوية، هذه الجبال الشماء الشامخة، 130 كيلومتر طول وعرض الجبهة، الأراضي الوعرة، الجبال الشاهقة، يعني وضع يعني متعب جدا جدا إلى أبعد الحدود. المقاتلون الذين حرروا هذه الجبال وحرروا هذه المنطقة يحتاجون إلى تكريم يعني كوني كما يقال. الوصول إلى هذه المواقع وتحريرها من ميليشيات الحوثية الإرهابية التي استولت على هذه المواقع بدون طلقة رصاص واحدة. تخيل أن يتم تحرير كل هذه المناطق من أيادي ميليشيات الحوثي بالسلاح وهي استولت عليها بدون طلقة رصاص واحدة. الانتصار هنا، القوة هنا، الشجاعة هنا، أن تنتصر وتحرر تبة القناصين التي استولى عليها الحوثيون بدون طلقة خلال الفترة الماضية، وزرعوا القناصين فيها وقاموا بقنص كل من يسير في الوادي. استطاعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل تضحياتها وبكل الدماء التي سالت في تلك المناطق أن تحرر العديد والعديد من مناطق اليمن. لا يمكن أن نستهين بدماء الشهداء، لا يمكن أن نستهين بكل تلك التضحيات التي قدمت في كل ميادين العز والشرف والبطولة في يمننا، بدءا من عدن ووصولا إلى 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 نهم والساحل الغربي ومدينة الحديدة وصعدة. قوات الجيش الوطني والمقاومة منتشرة في كل مناطق اليمن، لم يبقى للحوثيين مكان آمن في 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 بلادنا، سوى الرضوخ لإرادة هذا الشعب، سوى الرضوخ لإرادة الشرعية وجيشها الوطني ومقاومتها الباسلة. وصلنا وإياكم إلى الختام مشاهدينا الكرام.
في الختام نعود ونذكر بوعدنا السابق، كنا قد وعدناكم بأن يكون هناك جائزة خاصة لمن يتابع صفحة قناة عدن الفضائية، صفحة الفيسبوك، من خلال الفيسبوك، ونحن نفي بالوعد، وسيكون هناك قرعة الآن لنعرف من هو الفائز معنا في هذه الجائزة، والذي شارك أيضا وتصفح معنا صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة عدن الفضائية. فإلى القرعة، نبدأ بالقرعة، 1 2 3. لتنا يا حبايب يلا نحيب ليلة العيد. مبلغ الجائزة 50,000 ريال مقدمة من قناة عدن الفضائية للفائز معنا في تصفح في صفحة الفيسبوك، من تابع قناة عدن من خلال صفحة الفيسبوك خلال شهر رمضان المبارك. نبارك للفائز. طب رقم 10، من سعيد الحظ في رقم 10؟ عبد الله محمد عبد السلام. عبد الله محمد عبد السلام، سيتم التواصل مع عبد الله محمد عبد السلام. ألف ألف مبروك عبد الله محمد عبد السلام بفوزك ب50,000 ريال من قناة عدن الفضائية، بمناسبة أيضا جهدك وتصفحك لصفحة قناة عدن من خلال الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى الختام. في الختام كل الإجلال والإكبار والتقدير والاحترام لأولئك المرابطين في جبهات العز والفداء والتضحية في كل مناطق اليمن. دمتم بألف خير مشاهدينا الكرام، جمهورنا العظيم في كل أصقاع اليمن. النصر قادم وعيدنا نصر إن شاء الله، ومن نصر إلى نصر حتى الملتقى. أنتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، وانتم بخير.